مركز التوجيه والإرشاد بجامعة الملك خالد. انطلاقاً من أهمية التوجيه والإرشاد الطلابي وحرصاً من جامعة الملك خالد على تقديم خدمات إرشادية مميزة للطلاب والطالبات وفق متطلباتهم التربوية والنفسية والاجتماعية، تم إنشاء مركز التوجيه والإرشاد. رؤية المركز: الريادة في تنفيذ برامج التوجيه والإرشاد بكفاءة عالية في جميع المجالات الإرشادية لتحقيق التميز محلياً وإقليمياً وعالمياً. رسالة المركز: توجيه الطلاب وإرشادهم وفق احتياجاتهم الإرشادية ليصبحوا متوافقين مع أنفسهم وأعضاء فاعلين في بناء مجتمعهم ليخدم جميع المجالات الوقائية والنمائية والعلاجية. يقدم المركز رعاية السلوك الطلابي، البرامج والفعاليات، البحوث والدراسات، استقبال الحالات وتطبيق المقاييس النفسية، تقديم الإعانات، الشراكات المجتمعية، خدمة المجتمع. عمل المركز: يقوم المركز بإعداد الخطة السنوية للبرامج الرئيسة، وذلك في نهاية كل عام سابق، بحيث تبدأ الدراسة والفعاليات بوقت واحد. تشترك جميع وحدات التوجيه والإرشاد في تفعيل البرامج العامة للمركز. تصرف ميزانية خاصة للمركز والوحدات الخاصة بالكليات. يتبع المشرف مساعد ومساعدة يرتبطون به مباشرة ويتابعون عمل الأخصائيين والمشرفين على الوحدات. يتكون المركز من 49 وحدة إرشادية بالكليات بنين بنات يشرف عليها 22 مشرفاً و27 مشرفة من أعضاء هيئة التدريس ممن تلقى التدريب الأولي في التعامل مع الحالات والتوجيه المناسب لها. أي حالة تحتاج متخصص يتم تحويلها للمركز وفيه مجموعة من الأخصائيين الذين يتولون الكشف على الحالات ودراستها ومتابعتها. إذا احتاجت الحالة لتدخل طبي فيتم التنسيق مع الزملاء في العيادات الخارجية بالمدينة الطبية أو مستشفى الصحة النفسية لتحويل الحالة لهم. كل وحدة من وحدات التوجيه والإرشاد لديها خطة تقدم للمركز ويتم دراستها وتقييمها ومن ثم اعتمادها أو إعادتها بالملاحظات. لكل كلية مقر خاص بوحدة التوجيه والإرشاد الخاصة بها تتولى تنفيذ البرامج في الكلية وفق الخطة ومتابعة الحالات. يتم صرف ميزانية لكل وحدة توجيه وإرشاد بالكليات. يتم صرف مكافأة خاصة لكل مشرف وحدة في كل فصل دراسي. يخفض نصاب عضو هيئة التدريس وفق النظام وتكون ساعات إرشادية معلنة. يتم توزيع الأخصائيين على الوحدات وتتم زيارتهم وتقييمهم وفق أنموذج معد للزيارة. يتم في نهاية الفصل تقييم جميع وحدات التوجيه والإرشاد على الخطة وتنفيذها ومتابعتها. تربط المكافآت بمستوى إنجاز كل وحدة. المقاييس النفسية: يوجد لدى المركز مقاييس نفسية وعددها 25 مقياس واستفاد منها 1000 حالة. وقد أقيمت العديد من الفعاليات والبرامج لهذا العام، منها استقبال الطلاب المستجدين، ورشة عمل خاصة للمشرفين والمشرفات، وبرنامج دلني لرعاية السلوك، برنامج مطمئنون لنشر ثقافة الوعي النفسي، برنامج أمل توعوي تثقيفي بأضرار المخدرات والتدخين ومشتقاتها، برنامج لكم نصل زيارات للمدارس والجهات الحكومية والأفراد، لقاء مشرفي ومشرفات التوجيه والإرشاد بالجامعات السعودية، دورة تدريبية للمشرفين والمشرفات، لقاء ختامي تكريمي للمشرفين والمشرفات، رحلة تحفيزية للمشرفين والمشرفات في نهاية العام. ومنذ إنشاء المركز وصل عدد الحالات المحالة إليه 1200 حالة. 1060 حالة تم معالجتها علاجا معرفيا سلوكيا. 100 حالة تتم متابعتها حالياً عن طريق العلاج المعرفي السلوكي. 40 حالة تم تحويلها للعيادات الخارجية. كما استقبل المركز طلاب المدارس بواقع 120 مدرسة. وشاركت عيادة إرادة للإقلاع عن التدخين
بواقع 31 مشاركة، منها 15 مشاركة داخلية، 16 مشاركة خارجية، بواقع 1000 مستفيد، ومنها مشاركتها في شارع الفن والحبلة ومعرض لتكن لك إرادة، معرض القوات المسلحة. وقد قام المركز بدراسة حالات الظروف الصعبة بواقع 311 حالة. نادي سفراء الإرشاد. نادي سفراء الإرشاد من الأندية المستحدثة في الجامعة، يستقطب الطلاب المتميزين من جميع كليات الجامعة. تم توزيع الطلاب بحسب المهام الإرشادية التنظيمية، الثقافية، الإعلامية. يتولى الطلاب إدارة الفعاليات وتفعيل الجانب التنظيمي والإعلامي والتوجيهي. يهدف النادي إلى إشراك الطالب في العملية الإرشادية. يتولى النادي الإشراف على الفعاليات الرئيسة للمركز. ومن أبرز إنجازات المركز: 1- تجهيز عيادات المركز وفق متطلبات الخصوصية الإرشادية وتغيير تصميمها. 2- اعتماد من القواعد التنظيمية للتدخين. 3- إعداد اللائحة التنظيمية لمركز التوجيه والإرشاد. 4- الانتهاء من برنامج إرشاد الإلكتروني وفي انتظار بثه من قبل تقنية المعلومات. 5- إطلاق الخدمة الاستشارية عن طريق جوال المركز. وليستمر العطاء في المركز، فقد بدأ العمل على تجهيز بعض المشاريع النوعية، ومنها: 1- العمل على إطلاق تطبيق إرشاد على نظام الأب ستور والأندرويد لخدمة الطلاب والطالبات. 2- إطلاق برنامج مستشارك لخدمة المجتمع في مجال الاستشارات التربوية والنفسية. وما زال العطاء مستمراً، تنميه همة عالية وترسمه طموحات سامقة، وتكتبه جامعة الملك خالد واقعاً مشرقاً، وتحرسه عناية الكريم سبحانه. جامعة الملك خالد.